السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مولستوبي من جديد. إخواني الكرام، تبارك الله عليكم، مبروك الرباح ديال المغرب بعد فيا. و البارح فتحت جوج لايفات، اليوم فتحت عاوتاني اللايف تاني وحيدتو عاوتاني. علاش؟ دابا تقريبا دابا انا ملي كنفتح اللايف كنبغي نقلب التليفون هنا، كنبغي نقلب التليفون في العرض ديالو بحال ما كان. ياما ملي كنقلبو كيبقاو الكومونتيرات مقلوبين، مكيبغوش يتقلبو لي الكومونتير. واحد كيطلع لي واحد كيطلع واحد القفل، انا عندي سامسونج، كيطلع واحد القفل ما فهمتي، كي كان ضغط عليا بحال ما كي والو ما عطانيش. ما فهمتش انا كيفاش، والله ما فهمت التليفون، والله يطلع لي الدم بلا كنت عن شرش مع الحياة. كذبش عليكم، والله ما كذب عليكم خوتي الكرام. المهم مبروك الرباح ديال المغرب، ومبروك على جميع المغاربة داخل البلاد وخارج خارج البلاد، وتحياتي للجالية المغربية. شكرا لكم اخوتي على لي جيم، وتحياتي لكم. ان شاء الله نبداو في الموضوع. شكرا خديجة طورينو، كنشكرها بزاف اللي خدمت ليا، مثلا دورت لي واحد الفيديو ولا جوج، كنشكرها بزاف صراحة. شكرا لك اختي خديجة، شكرا لك بزاف بزاف بزاف، والله يسهل عليك ونتمنى الله يحفظك ان شاء الله. وشكرا اخويا اشرف اللي مقابل معايا القناة تا هو، وخي يخدم معايا في القناة. شكرا لك بزاف خويا العزيز، الله يسهل عليك. خوتي ندخلوا في الموضوع. اخواني الكرام، دبنية يوسف الزروالي، كاينين شي وحدين كيقول لك يوسف الزروالي فهمتي ما كيديرش الخير، شفار، كيدي ديال الناس بزاف، القيل والقال، فهمتوا يا اخوتي الكرام. وحنا دابا انا عدي بلا مقول، انا حاليا وبزاف الناس بحالي حنا كنعرفوا الزروالي في هذا الوقت، في هذا الوقت هذا ديال البرد، مشى للجبال، في الجبال ديال الاطلس، مي شناه بزاف، تعاون مع الناس في فهمتي، في هنا في الجنوب ولا في الشمال، في جميع فهمتي البلايص ديال المغرب، وعاون الناس بزاف. وحنا الزروالي كنعرفوه، وحنا ما شنا عليه مثلا شي حاجه. وكاينين دابا شي وحدين كيقول لك اودي الزروالي راه كيصيفطوا ليه الجمعيات ومحسنين، جمعيات ومحسنين كبار على برا مثلا في اوروبا وفي امريكا، كيصيفطوا لهاد السيد مكلفينه باش يعاون الناس. وهاد السيد قال لك اسيدي كيبين، واخا كيبين قال لك الفيديوهات وكذا، هادي ملي كيبين الفيديوهات كيعطي للناس. وحنا شناه الفيديوهات، عاون واحد السيدة هنايا في هنا في كازا، شناه تا تعاون مع الدار ديالها تقريبا ولا هادي قديم شحال، باش شفت الفيديو وشفت هاد الفيديوهات ديال جبال الأطلس، الناس اللي كتكرفس هنا في هاد الوقيتة ديال خصوص هاد الوقيتة هادي ديال البرد، اللي كيتكرفسوا الناس بزاف صراحة، ديال كيتكرفسوا الناس بزاف في هاد الوقيتة ديال البرد هادي. حنا لا هنا في الداخل والبرد، البرد كنقاو بلا ما نعاود لكم اخوتي الكرام، ولا مول الناس اللي كاينين تما في الجبل. الناس صراحة انا لا مشيت، انا لا مشيت لصفرو، مشيت لصفرو في الوقيتة ديال البرد، مشيت المزار، مشيت الإفران، وشت الناس اللي عايشين تما في هادوك الجبال اللي نقولوا غير شوية. احنا ما زدناش مثلا القدام ودخلنا الأطلس
وتعمقنا في البلاصة اللي فيها الثلج مثلا، وكيتحبسوا فيها الطرقان وكذا، وهذه حنا كنشوفوا هاد السيد فهمتي صراحة ديال الله الزروالي كيدير داير مزيان، دار بزاف ديال المزيان مع الناس. وبلا ما نعاود لكم اخوتي الكرام صراحة ديال الله، وكاينين شي واحدين كيقول لك قيل والقال وكل واشنو كيقول خويا العزيز ولا اختي العزيزة. دابا نيا خرج لينا سيدي وعاون نشوفوك، غير عاونتي مثلا غير واحد، نشوفوك مثلا عاونتي واحد السيدة ولا واحد السيد، نقدر نقول لك برافو. ولكن باش تهدر في الزرواري راه ممنوع توصل لهداك السيد هذا. السيد شوف هذاك السيد بلا ما الخير ديالو سابق مع الناس، وحنا شناه شنو كيدير مع الناس صراحة ديال الله اخوتي الكرام. وسمحوا لنا بزاف هاد التصوير هذا. وجاية واحد السيدة، واحد السيدة هي جاية في الطريق، تاهي راه يلاه بانت في اليوتيوب، جاية في الطريق تاهي كدير تير مزيان صراحة ديال الله، وكتعاون مع الناس بزاف تاهي، وتعاونت معايا انا مثلا فهمتي في القناة ديالي، دورت لي فيديوهات هي اللي واصلتني، واصلتني مع هاد السيد هاد الدري هذا اشرف، هو توا مسكين الله عمر دار اللي خدم لي القناة ديالي صراحة. هاد السيدة هي خديجة تورينو اللي جاية في الطريق، مغربية حرة وجاية في الطريق كتعاون مع الناس في الخفاء، ماشي في خفاء، ماشي خلين القناة ديالها من غير القناة ديالها مكيشوف حتى شي واحد، كتعاون مع الناس. وتحية للجالية المغربية، هاد السيدة هادي مقيمة في الخارج في أوروبا، في إيطاليا، في ميلانو، لا في تورينو. هاد السيدة كتكون في إيطاليا في تورينو فهمتي، واحد المغربية حرة كتعاون مع الناس بزاف صراحة ديال الله. كنشكرها من هنايا من جزيل الشكر، وكنشكروها بزاف بزاف بزاف، وراه غادي مزيان ان شاء الله. وفهمتي شي واحد اللي عنده شي مشكل ولا شي حاجه، ان شاء الله اللي دخل عندي جديد هنايا، اللي دخل عندي جديد وعنده مثلا شي حد مريض وكذا، راه نواصلوا مع السيده هذه مثلا، نواصلوا بيت السيده، حنا خير خير، نديروا خير، نديروا الخير مع الناس. واخا ما عندناش ماديين باش نقضيو مع الناس، ماشي مشكل، نواصلوا مع السيده هذه اذا كان عندك شي مشكل وكذا، شي انسان شي واحد مريض ولا سميتو، ماشي مشكل، نواصلوا مع السيده منك ليها، هذيك كتلاقات في الحسنات ديالها باش يلقاوها مع مولاها. مي احنا اللي ما عندوش منين كيعطينا كيعطي من القليل، مثلا انا عندي 100 درهم، انا كنعطيه مثلا 10 دراهم، عندي 100 درهم كنعطيه 10 دراهم، سهل، كلشي سهل. عندك 100 درهم اعطي 10 دراهم، الاخر عنده 50 درهم حيد واحد 5 دراهم صدق الله في سبيل الله، راه هي ملي غتمشي كينفعوك الحسنات ديالك. خوتي الكرام لا كنت غنفتح لكم اللايف صراحه، والله الا كنت غنفتح لكم اللايف حصري ان شاء الله، ولكن التليفون دار لي مشكل، التليفون عندي مهلوك وعندي تليفون عيان، هذا هو اللي كاين اخوتي الكرام. وسمحوا لي بزاف على الفيديو هذا، وشكرا لكم بزاف اخوتي الكرام، وتحياتي لكم. وحنا كنتمنوا شي فرصه، الفرصه القادمه ان شاء الله تكون جيده ان شاء الله، وتبارك الله عليكم، وشكرا لكم.